مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس طاقم شوف تي في هبطل الشريع باش نسولوا الوجاده علاش كيستهلكوا او كياكلوا بزاف اكله ديال الكرن وبريده. بقاو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا واش نتوما الوجاده معروفين بكرن وبريده؟ احنا معروفين بكرن وبريده، كناكلوا كرن وكناكلوا ونشربوا بريده وهي ماكله رخيصه رخيصه حتى معنا. واهو يعني الناس كاع كياكلوها، كاع اللي كيجي الوجده كيجي على حسب كرن وبريده باش ياكل كرن ويشرب بريده. يعني هي اكله مشهوره هنايا في مدينه وجده، ضروري يجي شي اي واحد يدخل لمدينه وجده الا وياكل كرن وبريده. وهي اكله مشهوره عندنا الوجده كاملين كياكلوها، يعني فين ما مشيتي تلقاي كروسه ولا كياكلوا كرن وبريده. التلميذ كيخرج مع السته من القرايه كيمشي ياكل كرن وبريده، يعني عاده تاع الوجاده هذه هي، وبنادم كيجي من البعيد كياكل كرن وبريده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش بصح انتم وجاده معروفين بكرن وبريده؟ واه معروفين بها على الصعيد الوطني، معروفين بكرن، كلشي كياكل كرن، كاين الغني كاين الفقير، في البروتين، يمكن ترى اني كنخرج كناكل كرن، مرة تلقى فيه شي غريلو فارط هكا. كتلقاو فيه غريلو فارط؟ راكي عارفة مع السنة كيدخل في الفران ويخرج تلقى يقريلو مشوط تو يديرو خنزو بنين. السلام عليكم ورحمة الله. خويا واش نتوما الوجدة معروفين ببريدة وكرن؟ معروفين عليها دوليا، وفي أي بلاصة تمشي تسولي على الوجدة يقول لك كرن وبريدة. كرن وبريدة أكلة شعبية رخيصة، أي واحد يقد ياكلها. تا مول الكرن دايرين حنا عنده الكارني، فهمتي؟ يعني كثرت كناكلو عنده كارني، داك الشيء المهم نخلصو من الشهر للشهر. كتاكل يا داك الشيء المهم، بعض المرات كيكون بنين مقرمل وداك الشيء، بعض المرات كتلقاي الكوتو كوتو تما مرصويات كحل بحال باردة، كاسة باردة كتلقاي مرصويات كحل ما تبغيش كاع تعرفي شا هذاك، كتشربي وتزيدي، فهمتي؟ وشاخور تنقدر نعكبر صنين تاع كرن، نص طلع السوار خلينا نديرو الصنين تاع كرن. اش نقول لك؟ المهم هي اكله زوينه وكذا منا ورخيصه هي متوفره، اي واحد يقد ياكلها. وخنزو بنين وفيه الفيتامين، الجمله المعروفه نتاعنا. عليكم. وعليكم السلام. بصح انتم وجده معروفين بكرن وبريده. هي الأكلة الشعبية رقم واحد في وجدة وجهة الشرقية، أنا معروفة بكرن وبريدة. كاين أخرى أكلات أخرين ولكن هادو اللي معروفين حيت كتسمى أكلة الفقير. انه بدرهم تقضي، ان درهم وجوج دراهم تقدري تاكلي كرن معاه بريده ومعاه فيها الحمص، انه كان يضرب جوج ديال الجدران ديال البارد يحس راسو انه شبع. وهذا الشيء اللي كاين. وهذا الكرن ولات اكله شعبيه في الجهه الشرقيه، وعندها سماوات اخرين، عندها في طنجه سماوها كارينتي، وهي تقريبا هذه الاكله معروفه بين الشرق الغرب الجزائري والشرق المغربي، باش معروفة بهذ الأكلة هذي. وبنينة؟ حيت المكونات ديالها، حيت أنه اللي كيتباع برا بالعكس ملي كتصاوب في الدار ما تكونش بنينة كما اللي كتصاوب على برا، ما عرفناش شنو هو المقادير اللي كيزيدوا في ذاك الكرن باش كتكون بنينة برا أكثر من ديال الدار. وباردة راك عارفة، باردة الغبرة والناس راه كتسلك وصافي، حيت أنا علاش ما في الغرب ما منتشرش بزاف ومنتشرة في جهة الشرق؟ حيت المنطقة حدودية والناس على قد الحال انه كيسلكوا باردة وكرم.